السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية، وهو double negatives، يعني نفي مضاعف. كما نعلم كلمة negative نفي تعني no، يعني لا، تعطي معنى نفي. لكن double نيجاتيف يعني استخدام كلمتين نفي، يعني في الجملة كلمتين نفي تأتي سوية، وهذا خطأ في اللغة الإنجليزية. إذا أردت أن أنفي جملة معينة أو حدث معين أستخدم كلمة نفي واحدة، لا أستخدم اثنين. هل سمعت من قبل عن خطأين لا يشكلون شيء صواب أو صحيح؟ سأل يسأل لماذا لا نستخدم كلمتين نفي في الجملة؟ أولا تربك القارئ أو المستمع. الشيء الثاني، إذا استخدمت كلمتين نفي ممكن يتحول لشيء إيجابي في اللغة الإنجليزية. مثلا لاحظ الجملة I didn't give you no money. لاحظ استخدمنا not وأيضا استخدمنا no، يعني لم أعطيك لا مال. إذا هذا لا نستخدمه باللغة الإنجليزية، نسميه double negative. لماذا؟ استخدمنا not واستخدمنا no بنفس الجملة. كما قلنا هذا يربك المستمع أو القارئ، وبنفس الوقت ممكن يؤدي إلى معنى، إذا هذا سلبي يؤدي إلى معنى إيجابي. ماذا تعني I did give you some money؟ تعني أنا أعطيتك بعض المال. إذن هنا لم أعطيك لا مال بمعنى أنا أعطيتك بعض المال، من معنى نفي أصبحت معنى إيجابي، من سلبي إلى إيجابي. لذلك لا نستخدم باللغة الإنجليزية double negative. negative كما نعلم كلمة تعني no، double يعني نستخدم كلمتين نفي بنفس الجملة، وهذا خطأ في اللغة الإنجليزية. نأخذ بعض الأمثلة مع شرح مفصل لها وما هي كلمات النفي في اللغة الإنجليزية. كلمات النفي أو التي لها دلالة سلبية، common negative words، يعني كلمات سلبية شائعة، مثل barely بمعنى بالكاد أو من النادر فعل هذا الشيء، hardly إذن أيضا بالكاد يعني قليلا فعل هذا الشيء، مثلا not لا nothing لا شيء، neither أو neither لفظين صحيحة، ولا never لا أبدا، nowhere لا مكان أو أي مكان، scarcely بمعنى بالكاد أو نادرا، no كلا، no one لا أحد، nobody أيضا لا أحد، none لا أو أيضا لا أحد. إذن هذه الكلمات السلبية لا نستخدم كلمتين سلبية في نفس الجملة، فقط كلمة سلبية واحدة. كما قلنا لماذا؟ لكي لا نربك المستمع والقارئ، وبنفس الوقت ممكن المعنى السلبي إذا كان كلمتين سلبيتين ممكن يتحول إلى إيجابي. ومن الخطأ نستخدم double negative في اللغة الإنجليزية، barely hardly not nothing neither أو neither never nowhere scarcely no no one nobody none. إذن المهم جدا معرفة هذه الكلمات وحفظها لكي أستطيع أن أستخدمها ليعبر عن معنى نيجاتيف سلبي، ولا نستخدم كما قلنا كلمتين سلبيتين بنفس الجملة. لاحظ هذه الجملة He barely got no sleep. لاحظ barely بالكاد أو نادرا، عندنا no كلا، إذن هاي كلمتين سلبيتين وهذه الجملة بتكون خاطئة. لماذا؟ استخدمنا كلمتين سلبيتين وسميه دبل نيجاتيف. عندنا الفعل get الماضي got، اسم المفعول got، إذن بالكاد حصلت لا نو، إذن هذه الجملة خاطئة. ممكن بدلا عن نو استخدم كلمة any، I barely got any sleep، إذن هذه جملة صحيحة.
لدينا لماذا؟ لدينا كلمة سلبية واحدة. أثناء النفي نستخدم كلمة any، تصبح I barely got any sleep. إذا الجملة الأولى بالكاد حصل على لا نوم، الجملة الثانية بالكاد نمت. كما قلنا الجملة الأولى خاطئة بها كلمتين نفي، الجملة الثانية صحيحة كلمة نفي واحدة واستخدمنا بدلا عن no any. أيضا انتبه الأفعال المساعدة التي يتبعها not نسميها contraction، إذا اختصارات. كما نعلم not دائما وأبدا اختصرها بدلا عن حرف الأو أضع apostrophe T، not اختصرها بهالشكل هذا. فعندنا can't هي من كلمة can not، نحذف حرف ال N والO ونضع apostrophe. أيضا عندنا doesn't من كلمة does not، حذفنا الO وضعنا apostrophe. أيضا don't هي من do not، أيضا حذفنا الO وضعنا apostrophe. إذا كلمة not أحذف الO وضع apostrophe T. إذا الكلمات أغلب الكلمات اللي تأتي أو أغلب الكلمات السلبية تأتي مع not. لاحظ they don't want to go nowhere، هذا جملة خاطئة. لماذا؟ لأن استخدمنا not فعل مساعد بحالة النفي، وأيضا استخدمنا كلمة سلبية وهذا خطأ، وقعنا في خطأ أو في مطب double negative، كلمتين نفي بنفس الجملة وهذا خطأ، يعني لا يريدون أن يذهبوا إلى مكان، هذه في اللغة الإنجليزية خاطئة. إذا أردت أن أكتب بشكل صحيح they don't want to go، لاحظ الجملة الأولى أو القسم الأول كتبنا بدلا عن الكلمة السلبية nowhere استخدم any، إذا بدل no استخدم any، يعني لا يريدون أن يذهبوا إلى أي مكان. إذا بدل no where استخدمنا any where. بهذا الشكل الجملة صحيحة. الأولى خاطئة فيها كلمتين نفي أو كلمتين سلبيتين. إذا أردنا أن نحولها بشكل صحيح الكلمة السلبية no where نحولها any where. عندئذ كلمة سلبية واحدة بالتالي تكون الجملة صحيحة. أيضا لدينا ملاحظة، ممكن أن نحول الجملة من double negative بطريقتين، ممكن نغير الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية، يعني كلمتين سلبيتين نغير أحدهما. نلاحظ هذه الجملة he doesn't see nobody in the room، يعني هو لا يرى لا أحد في الغرفة. هذه الجملة خاطئة تماما. لماذا؟ استخدمنا not كلمة سلبية واستخدمنا nobody أيضا كلمة سلبية، هذا خطأ، وقعنا في double negative، إذن نفي مضاعف. نريد أن نحول الجملة إلى جملة صحيحة. كما قلنا no نستبدل بدلها عنها any، تصبح الجملة كما هي فقط بدل no نضع any. He doesn't see anybody in the room، يعني هو لا يرى أي شخص في الغرفة. استبدلنا كما قلنا no بany، أصبحت الجملة هذه صحيحة. لماذا؟ في عندنا كلمة سلبية واحدة أو كلمة نفي واحدة وتكملة الجملة، ومع النفي نستخدم any، إذا مع not نستخدم any. الطريقة الثانية ممكن أن نحذف not نحذفها ونبقي كلمة nobody كما هي. إذا الحالة الأولى احنا استبدلنا بدل no any، الحالة الثانية نحذف not، نبدأ من عند see he sees، وضعنا الاس. لماذا اس؟ الجملة مضارع بسيط كما نعلم دائما، إذا كان الفعل هي she it أو اسم مفرد الفعل بعده يجب أن نضيف له s أو es، نسمى الاس هذه s المفرد الغائب
أو S الشخص الثالث. تكلمنا بشكل مفصل، يحب يرجع على فيديوهات البريزنت سيمبل مضارع البسيط بشكل مفصل تكلمنا عنهم. فقط اكتب بريزنت سيمبل على القناة بيظهر لك هذه الفيديوهات. إذا هذا نسميه اس المفرد الغائب وليست اس الجمع. لماذا؟ اس المفرد الغائب نضعها للفعل بعد هي وشي وات، اس الجمع نضعها للاسم نحولها من مفرد إلى جمع. إذا كما قلنا نحذف نات تصبح هي سيز. نبقي nobody كما هي، he sees nobody in the room، هو يرى لا أحد في الغرفة، بمعنى لا يرى أحد في الغرفة، نفس المعنى. أيضا هذه الجملة صحيحة. لماذا؟ لأنها تحوي فقط كلمة سلبية واحدة، بالتالي تكون الجملة صحيحة. إذا ليه؟ إذا كان لدينا جملة فيها double negative يعني كلمتين سلبيتين، ممكن نحذف not ونبقي الكلمة الثانية كما هي، أو نستبدل بدل عنه نستخدم any. إذا لدينا طريقتين بالتالي تصبح جملتنا صحيحة. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن double negative، أن في المضاعف كما قلنا من الخطأ أن نستخدم كلمتين نفي في الجملة الإنجليزية. لماذا؟ لأنها تربك القارئ أو المتكلم. أيضا أخذنا بعض الكلمات السلبية، من المهم جدا مراجعتها وحفظها بالتالي أستطيع أن أستخدمها بشكل صحيح. أيضا لتحويل الجملة إذا فيها كلمتين نفي بالتالي تكون خاطئة، ممكن أحذف not وأبقي الكلمة التي فيها no أو الكلمة السلبية الأخرى، أو بدلا عن no أستخدم any. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.